Hi, my dear student. اليوم إن شاء الله يا مس. We want to اللي هو عنا نحل صفحة اللي هو answer page 80 اللي هو write activities and explain more about our grammar. كيفكم يا حلوين؟ اليوم إن شاء الله يا مس رح نشرح شوي عن قاعدتنا وراح نحل اللي هو write activities اللي هما كتير سهلين. هلأ بالنسبة يا مس للقاعدة اللي هو write grammar 2 اللي هو page يا مس 79، فالكل يفتح بصفحة 79 وخلينا مركزين منيح. هلأ هون يا مس هذا السؤال طرحناه على الكل بالصف وحكينا what do you like from animals، شو بتحب من الحيوانات، فكلكم جاوبتوني I like cows, I like goats, I like lions، كلكم جاوبتوني بهالطريقة تمام. بس خلينا نعيدها يا مس. هلأ إذا بدك تسأل ننتبه منيح يا مس. هلأ لهي القاعدة ننتبه منيح مراجعة يا مس مشان نفهم إحنا كيف استخدمناها. هلأ يا مس بدك تكون على دراية إنه إحنا لما بنسأل يا مس نلاحظ هنا نحط دائرة هنا يا مس نلاحظ هلأ في عنا أول واحدة what do you like what do you like والثانية what do they like اللي هو شو أنت بتحب what do they like شو هما بحبه تمام والأخيرة what does she like. ننتبه يا مس للشي كيف أخذت اللي هو does، ننتبه يا مس إنه مش زي they will you أخذت لا what does she like. إذا ننتبه منيح وبالنسبة للأجوبة برضو ننتبه لهم منيح. I like cows. They like cats. She likes horses. She likes horses. إن هي بتحب الأحصنة. هلأ رح نحكي التفصيلة هاي المهمة ليش حطينا أس بلايكس والدز. تمام. Number one, what do you like؟ عم بجاوب I like cows. Number two, what does she like؟ عم تحكي she likes horses. عم بتحب الأحصنة. What do they like؟ شو بحبه؟ They like cats. هذا بالنسبة مثل هو للتمرين. Write activities. خليكم معي يا مس لو سمحتوا. خليني أوضحها سريعا بس بدكم تعرفوا إنه إحنا لما بنحكي I أو they أو we أو you اللي هم هدول بنسميه مس الفاعل، هدول يا مس لما بنحكم الفعل عادي بضل like أو do مثل ما هو يعني ما بنحط عليه الأس. أما بالنسبة للشي he it هدول الثلاث يا مس لما بنشوفهم like بتصير likes والdo بتصير does. الdo يا مس بتصير does، like بتصير likes والdo يا مس بتصير does. هاي هي الفكرة بس إنه هدول الثلاثة يا مس بياخدوا أس، أما ال I they we you ما بياخدوا أس، بضلوا الفعل معهم مثل ما هو. بالنسبة يا مس للشي he it الثلاث بياخدن أس أو ES مثل الdo صارت does واللايك صارت يا مس S. بس يا مس هذا بالنسبة يا مس للتمرين. خلينا نكمل ونشوف يا مس اللي هو التكمل. تمام يا مس هذا بالنسبة يا مس اللي هو لا write grammar. هذا بالنسبة للشرح. إذا بدنا نعرف إنه she he it يا مس بأخذن does والthey you I we بأخذن do بس، وبدنا برضو نفس الإشي likes بتأخذ she he it واللايك بتأخذ I you they we. تمام هذا بالنسبة يا مس لشرح ال write grammar اللي حكينا عنه. خلينا نحل يا مس التمارين. تمام بالنسبة للتمارين يا مس number A look and match. هلأ بدنا نوصل تمام يا مس اللي هو الصورة مع الإشي الصح. number one اللي هو يا مس نورس اللي هي مس بنوصل لها هيها. number two milk. number three night. ونمبر فور يا مس اللي هو مام. هيك بيكون يا مس اللي هو حل تمرين A. فيا مس حل معي لو سمحت اللي هو A2 اللي هو A2 يا مس does it begin with M or N listen and click. بتبلش ب M أو N إحنا رح نختار أول واحدة يا مس. number one mouse أنا اسمها أكملت. number two net. number two يا مس اللي هو net منحط N. number three nail. number four men يا مس اللي هو M. هذا بالنسبة يا مس لحل تمرين A2. خلينا هلا يا مس أشوف لكم من الكتاب شو ممكن نحل. هلأ يا مس افتح كتابك صفحة 80 خلينا نحل التمرين اللي مش موجودة على الموقع. ask and answer هلأ بدنا نسأل وبدنا نجاوب حسب الصورة اللي قدامنا. how many dogs عم بيجاوب 2 dogs. how many cows كم بقرة عنا 1 2 3 فمنحط يا مس هنا 3 نحط يا مس
3. تمام، هلا عنا تمرين دي برضو يا مس، مش موجود look and write، اللي هو عندك هون I like مبينة عندنا يا مس horses. تمام، هاي number one. هلا عنا يا مس number two، he like cats، he like cats. Number four، she likes goats، she like goats، هي بتحب الماعز. Number four الأخيرة اللي هو يا مس he likes طبعا لأنه he likes اللي هو chickens، he likes chickens. نلاحظ اللي هو I أخذت like بدون us، he us لأنه يمس هي من الفاعل اللي حكينا عنهم، she نفس الإشي أخذت us، وهي يمس نفس الإشي بتأخذ us. اللي هو يمس هذا بالنسبة للتمرين، بس بدك تحدد على الكلب، وهذا إشي بخصك. ويعطيك ألف عافية يمس. Have a nice day. Goodbye my beautiful student. Bye bye.